هو بيكون سوبرفايز ليرنينج. سوبرفايز بيشتغل لفتره بسيطه عبال ياخذ الويتس البارامترز من الشريحه. هنا كل ما اختلفت تختلف البورده لان العائله تبع الشريحه تختلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشات جي بي تي من أوبن إي آي أو الجيميناي من جوجل من أقوى الموديلات اللغوية الضخمة في العالم، يستخدمهم الجميع بشكل شبه يومي، حتى أن تقريبا أصبح الجميع يعرفهم. قدراتهم ممتازة في مختلف المجالات، في مختلف اللغات، في العلوم الإنسانية، في العلوم التطبيقية، ويطول الحديث عنهم. اليوم في ثلاث مشاكل ممكن نذكرها متعلقة بهذه الموديلات قد يواجهها المستخدم. الأولى الخصوصية، أي رسالة أو أي محادثة بين المستخدم وبين الموديل هذا اللي زي تشات جي بي تي، الشركة تحتفظ بهذه المحادثات أو بهذه البيانات. المشكلة الثانية قد تكون بالاتصال الدائم بالإنترنت، طول ما أنا حاب أستخدم هذا الموديل لازم أكون متصل بالإنترنت. المشكلة الثالثة ممكن تكون أو قد تكون المقابل المادي. ليست كل هذه الموديلات مجانية، تشات جي بي تي 4، تشات جي بي تي 4 أو وغيرها تتطلب مقابل مادي. في موديلات مفتوحة المصدر تحدثنا عنها في الماضي، لكن استخدام هذه الموديلات وتشغيلها نوعا ما عملية ليست سهلة، لا سيما للمستخدم العادي، تحتاج شخص متخصص تقني إلى آخره. فموضوع اليوم يحل كل هذه المشاكل بشكل ممتاز جدا. في برنامج ممتاز جدا يسمى LM Studio، يعني نموذج لغوي أو محل النموذج اللغوي، Language Model Studio. كل اللي يحتاج منك هذا البرنامج إن يكون عندك كمبيوتر ممتاز، كمبيوتر فيه مواصفات ممتازة. كل ما كانت مواصفات الكمبيوتر الخاصة فيك ممتازة أو جيدة، كل ما كان تشغيل الموديلات أسهل وأفضل، بل ممكن تحصل على اقتراحات وفرص أكثر، لأن في بعض الموديلات تتطلب مقدار معين من المواصفات. فممكن ننتقل على طول للبرنامج. هنا عندنا LM Studio، Language Model Studio، برنامج ممتاز تصميم سهل، ويتواجد في مختلف المنصات ويندوز، ماك، لينكس. فأنا نزلت هذا البرنامج على اللينكس، عفوا على الويندوز، وممكن نستعرضه حاليا. في بعض الأشياء يفضل أنك تقرأها، وإذا مستعجل اتركها المرة أخرى ليست مشكلة. هذا هو البرنامج، ألوانه جميلة طبعا هادئة. عندك هنا بعض الصفحات اللي ممكن تتصفحها. أنا أنصح بالديسكورد، صفحة ممتازة فيها الكثير من التفاصيل والكثير من الناس اللي ممكن تتواصل معهم بشأن هذا، بخصوص هذه الموديلات. عندك هنا إذا في تحديثات بيبلغك هنا هذه الموديلات مفتوحة المصدر مشهورة. طبعا هذه الموديلات بعضها كلف مئات الآلاف من الدولارات، بعضها كلف الملايين، وليس من السهل بناء نموذج لغوي ضخم. فإنما الشركة تتنافس في هذه الموديلات وممكن تفتحها مفتوحة المصدر للهيمنة على هذا السوق أو هذا القطاع. فعندك هنا لاما، ميسترال، فاي، فالكون وغيرها من الموديلات اللي مفتوحة المصدر. وتقريبا هذا البرنامج يشغل الموديلات التي تكون بصيغة GGUF، فهي هذه الصيغة تأخذ الموديل والكونفيجريشن أو الإعدادات الخاصة بالموديل وتدمجهم في ملف واحد وتشغلهم عندك في الكمبيوتر. هنا عندك اقتراحات لأحدث وآخر الموديلات الموجودة، وعندك هنا شرح بسيط ممكن يعرض لك إيش هم هذه القوائم، لكن ما لا نخاف لأنه بنتكلم عنها سوية إن شاء الله. فانتهينا من الهوم، تستطيع تبحث عن الموديل اللي تحب. إذا لم تجده هنا بيروح ويبحث في الهاجينج فيس في الموديلات أوبن سورس ويجيب لك الموديل وينزل لك الموديل إذا تحب. طبعا ممكن نأخذ نظرة بسيطة على هذا الموضوع. هذه صفحة أو منصة الهاجينج فيس، في عندك هنا مودلز، في أكثر من نصف مليون موديل، وتلاحظ أن في 668 ألف وإلى آخره، لكن ليست كلها large language models أو قابلة للتشغيل في هذا البرنامج. هي عددها محدود طبعا، لكن لازم تكون أو يكون عندك معرفة بالموديل أو موديل معين تحب تنزل هذا الموديل، أو تبحث في اللينكد إن وتتابع ناس مهتمين بهذا الموديل زي شركة ميتا، زي ناس CEO الخاص بهذه الشركات اللي بينزلوا الذكاء الموديلات اللغوية الضخمة بشكل مستمر، وتتابع ايش الموديلات اللي نزلت عشان تنزل عندك. مثلا في لاما اللي هو ذكره، حتى لو تلاحظ في نسخ كثيرة من لاما تشوف الموديل المناسب لك، الحاج، كل شيء. فنعود برضو للانجوج مودل ستوديو.
نروح عند السيرش. السيرش هنا قبل كل شيء في ميزة أعجبتني هنا جدا، اللي هي هنا بيكتب مواصفات الجهاز الخاص بي، اللي بعض الأحيان أنا حاب تقارن بين مواصفات جهازك والموديلات الموجودة، اللي راح تخليكم بعد ونشوف إيش ممكن يصير. في عندك هنا عندي 16 جيجا رام، وعندي هنا 6 في رام. الفي رام اللي هي الرامات الخاصة بالجي بي يو، مو بالجهاز، بالجي بي يو. أوكي، فعندي 6 في رام وعندي 16 رام. هنا عندك الموديل، أنا ممكن أبحث عن موديل يسمى فاي. أنا ممكن أنتقل للصفحة في الأسفل بسرعة عشان تأخذوا بالكم. هذا الماي مودلز هي صفحة فقط تعرض المودلز اللي أنت تمتلكها. أنا نزلت لحد الآن 4 مودلز، لاما نسخة من لاما، نسخة من فاي 3، نسخة أخرى من لاما والجيما هذا. فهنا المودلز وهنا الكونفيجريشن الخاصة بهم يعني، وهنا أحجامهم. تستطيع تحذف أي موديل ما في أي مشكلة، أو أنك تفتح الإنسبكتور الخاص بالموديل اللي هي المواصفات اللي بيقول لك الاسم أو إلى آخره، كوانتيزيشن إيش اللايرز إلى آخره، في مواصفات الإنسبكتور الخاص بالموديل. فبرجع عند السيرش. أوكي، فهنا أنا ممكن أبحث عن فاي 3. نبحث الآن بس عن فاي 3، خلي هو بيبحث ويشد حيله إن شاء الله. بحث ووجد 2. أنا حملت واحد اللي هو إيش، اللي هو 16 بت. دائما أو معظم الحالات بتحصلوا كيو وبجانبه رقم، أو إف بي وبجانبه رقم. الإف بي معناه float point، وهذا معناه إنه بايتات كاملة، إما 16 أو 32، نظامين يصعب شرحه اللي هم مفاهم المجال. لكن في اف بي 16 او اف بي 32 او كيو 2 كيو 3 كيو 4 كيو 5 كيو 6 كيو 7 كيو 8. الكيو هنا ممكن يزيد مع الوقت، ما تعرف. الكيو هنا معناه المتغير او حجم المتغير، هو في العادة حجم المتغير كما ذكرنا 16 او 32، لكن بعض الموديلات صعب انها تشتغل في جهازك او في اي جهاز مواصفاته ضعيفة نوعا ما، حتى جهازي متوسط يعني. ف ايش بيسوي؟ بياخذوا حجم المتغير من 16 ويضغطوا يجعلوا 4 بيت. فهذا 4 بيت، فتلاحظ هذا 7 جيجا وهذا كم؟ 2 جيجا. فأنا بنزل هذا اللي هو 2 جيجا فاصل 39. أول ما تنزلوا عندك هنا في القائمة في الأسفل، لو ترفعها بتشوف أن هذا بيتنزل يعني بكل سهولة، بيروح إلى المنصة بياخذ المودل بينزل لك المودل في جهازك. شيء ممتاز جدا وأنا أعجبني جدا يعني سهولة الاستخدام. فهذه كانت السيرش. عندك هنا برضو تستطيع تحدد هل تريد الموديلات اللي تتقابل او تقبل انها تشتغل في البرنامج او تكون موافقة لجهازك او لا. وعندك هنا show all، يوريك كل المودلز اللي في الهاجينج فيس. عندك هنا يعرض لك مثلا انا حاب اعرض لي اكثر الموديلات تحميلا، هنا عندك عدد التحميل، هنا عندك عدد الاعجابات، فبيعرض لك اكثر موديل تحمل. لو اكتب هنا most likes مثلا، اكثر موديل حصل لايكات. غالبا وليس دائما اكثر موديل يتحمل هو اكثر موديل لديه لايكات، وفي عندك تفاصيل كثيره تستطيع تشوفها بنفسك يعني في الاخير. فهذه كانت السيرش بيج مثلا. لا تنسى انا نصحت على منصه الديسكورد، يفضل انك تروحها. برضو هذا المتصفح او هذا الموديل تستطيع تروح تبحث عن وتفتح في المنصة الهاجينج فيس نفسها. مثلا لو ضغط هنا بيوصلك على الموديل، وتروح تقرأ الكارد الخاصة في الموديل كارد براحتك يعني. فهنا برضو خلصنا السيرش، بنروح عند الاي اي تشات ممتازة جدا، بس بسوي نيو تشات تقريبا زي تشات جي بي تي، وممكن حتى فيها تفاصيل اكثر للمستخدم يبدأ يتعلم الموديلات اللغوية الضخمة وخواصها بشكل أفضل. عندك هنا الهيستوري تشات زي اوبن اي اي، لو تلاحظ تشات جي بي تي لو تضغط هنا عندك التشات اللي قمت فيها قبل شهر، قبل شهرين، قبل 3 أشهر إلى آخره. فبتلاحظ هنا عندك مثلا محادثات قديمة وتستطيع تواصل فيها، وعندك هنا نافذة جديدة تستطيع تسويها وهنا تحدث من جديد زي إلم. عندك هنا نيو تشات، عندك هنا محادثات قديمة لو تلاحظ. الأمر يعني شيء ممتاز جدا وعائد عليك. أنا بفتح نيو تشات حاليا وإيجكت ماضل، بس برجع من بدري وأسوي نيو تشات كمان. ممتاز، نستطيع نحذفهم طبعا، أنا بس سويت كذا عشانكم أنتم.
فهذه النيو تشات موجودة عندي، تستطيع تسميها، بسميها مثلا يوتيوب سميتها. فممكن استخدم احدى المودلز اللي عندي. هذا طبعا هذا انتهى من التحميل. نعرف انه عفوا هذا هو او هذا هو هذا هو. فعندك هنا تستطيع تختار المودل اللي تحب تستخدمه. هذا هو Q4 اللي لسه نزلناه وحجمه 2.39. بختاره، بيبدا يحطه في، لو تلاحظ شوف الرام بيتعبى شوي شوي شوي، بنشوف كم ممكن ياخذ. اخذ 2.3 جيجا من الرام الخاص بي. فينا تفاصيل بنذكرها الان. ولا خلي بس نجرب اكتب هاي، شوف انه بس بيشتغل. اول ما يشتغل انا شعرت براحه صراحه. اول ما اشتغل كان شيء ممتاز جدا بهذه السهوله، لانه في العاده كان ياخذ بعض الاكواد بعض التاكيد، لكن الواجهه الرسوميه ممتازه سلسه. في برامج سووها من قبل لكن مو بهذه السهوله، مو بهذه الجوده. ف على طول المود الجاهز تستطيع تخليه يعطيك اجابه اخرى، تخليه يكمل اذا توقف هو، وبيرى انه لا الى هنا توقف. عندك هنا ثلاثه انواع للكتابه، لو تلاحظ تضغط هذا خط اخر، وهنا عندك المارك داون لما في كود يكتبه في بلوك معين، وعندك هنا البلين تكست يكتبه كله فقط كتكست. انا احب اتركه مارك داون. فهنا عندنا السيتنجز ممكن نطلع عليها ونشوف ايش ممكن او ايش الاشياء اللي ممكن نتحكم فيها في هذا اللارج لانجويج موديل. اولا البريسيت، كما ذكرنا لكل موديل في بريسيت معين. عندك هنا لو افتح مثلا هنا القيمه بتلاحظ ان هذا بيختلف، بيرجع لجوجل لانه شيء يتبع جوجل، الموديل بنفسه يعني. فتقريبا معظم موديلات جوجل بيتبعوا نفس البريسيت والى اخره. انا برجع على طول لل 54 بشكل سريع، 54 بيتس يعني، هو 53 انما 4 للبيتس. فهنا اولا عند البريسيت انتهينا من البريسيت. هنا عندك سيستم برومبت، بفتح بس محادثه جديده. السيستم برومبت في بعض الاحيان انت حاب تبني المحادثه مع اللارج لانجويج موديل بصيغه معينه بشكل معين تحت امر معين، تكتب السيستم برومبت في هذه الخانه في هذا المكان. بنسوي مثال بعد شوي. مثلا يو ار باتمان اكت اند توك لايك، انت باتمان اتصرف وتكلم زي باتمان. بعد شوي لما اتكلم معه بتشوف انه بيتصرف زي باتمان، طبعا ما بيلبس بس بيتكلم بصيغه باتمان. عندك هنا اولا الادفانس كونفيجريشن، بتحتوي على الكونفيجريشن كلها، بنفتحها. عندك الكونتكست لينث، هنا عندك 2400 تتركها اذا الموديل يقبل الزياده تزيدها، اذا ما يقبل اتركها على ما هي، او اذا تحب تكون اقل ما في مشكله. ال 2048 توكنز يعني الجزء المكون للحديث مع هذا الموديل. عندك التمبرتشر اللي هي تتراوح ما بين العشوائية والحتمية، يعني كل ما زادت قيمة التمبرتشر الأجوبة بتصير كذا بعض الأحيان ممتازة وإبداعية، لكن تقل من الحتمية وتقل من الثبات، والعكس صحيح أو العكس زيه يعني. عندك هنا الإمبريدكت، ما بنشرح كل المتغيرات بس الفكرة متغيرات تتحكم بالمخرجات اللي ممكن نحصل عليها من هذا الموديل. عندك هنا التوبكي سامبلينج برضو نفس الشيء، هي لازم تفهم السامبل عشان تفهم التوبكي. عندك هنا ريبورت بانالتي اللي هو عفوا الريبيت، بعض الاحيان المودلز في عندها اسلوب مش حلو، تسالها تجاوب وتعيد السؤال وتجاوب وتدخل في دوامه مفرغه، هنا انت بتعملها بانالتي يفيد الاجوبه تكون ابسط واجمل وما تتكرر. في عندك المينيموم بي، عندك التوب في، عندك الثريدز نتركه خلصناها. عندك الجي بي يو سيتنجز، هنا في انت تستطيع تحدد الموديل كم ممكن ياخذ او كم لايرز ممكن ياخذها في الجي بي يو، تحددها من هنا. هذا الموديل لديه 32 لاير، تستطيع تاخذ بعض اللايرات في الجي بي يو. لما لو غير هذا بتلاحظ ان هذا بيتغير كمان، بيطلب منك انك تعيد تحميل الموديل، لان الموديل الان هو موجود في الجي بي يو موجود في الرام. انا لو سويت كذا سويت ريلود موديل يعني يلا نزله من جديد، هو الان بينزل من جديد. فنزل لو تلاحظ الان تقريبا الرام صار 3. لو انزل استخدام الجي بي يو بنشوف الرام كم ممكن يصير. ثانيه تلاحظوا ان القيمه في الرام زادت ولو شوي يعني. فهذا كان الجي بي يو، استخدام الجي بي يو.
اتصلت تخلي 50% هنا اختيارات على طول 50 ماكس لو اترك على ما هي خلي هذا اخر مره. عندنا هنا خلص هذا بس التحميل. عندك هنا المسج فورمات بريفيو كيف الرسائل اللي احنا الان بنرسلها مع الموديل هي تتم عن طريق هذا الفورمات. تستطيع تتحكم بالبريفكس السافكس الخاص بالرسائل بالبرومس بالمودلز عن طريق هذه الفراغات انت تملأها وهي تتغير تلقائيا. وعندك هنا كمان اليوزر مسج بريفكس هنا عندك سيستم مسج بريفكس لو تلاحظ هنا هذا سيستم وهذا سيستم وعندك هنا يوزر وهنا برضو لا يوزر ويوزر فبتلاحظ هنا عندك هذا سيستم سيستم عندك هنا يوزر يوزر تستطيع تتحكم فيهم وتغيرهم. وعندك هنا وين هو ممكن تضيف specific strengths للprompt نفسه كل هذا شيء عائد عليك. لكن في البداية انت لسه تبدأ تستخدم الموديل ما تلعب في هذه الأشياء بيصير الاوتبوت سيء نوعا ما إذا ما كتبتها بالشكل المناسب لأنه الموديل لما بيدرب بيدرب عن طريق هذا عن طريق هذه التوكنز اللي يجي بهذا الشكل assistant end start user إلى آخره. هي لكل موديل في شكل معين معظم المودلز تشترك بنفس الشكل لكن يجب على المستخدم معرفة هذا البروفيكس والسفكسز قبل استخدامها استخدامها البروفيكس اللي يجي قبل والسفكس اللي يجي بعد. عندك keep entire model in RAM يترك لك هو في الرام. عندك الان باتش الفلاش في البداية كما ذكرت اترك هذه على ما هي إلا إذا تحب تلعب وترجعها لأنه في عندك هنا reset to default settings. explore chat settings برضو تستطيع تحفظ السيتنجز او تستخرجها او تخرج يمكن حتى المحادثه للجيسون لسه ما جربت هذا ممكن تجربه انت. عندك هنا بعض التولز المودل انسباكتور هذا اللي شفناه قبل شوي لكل مودل في انسباكتور معين اللي بيشرح كم في لايرز كم في الامبيدنجز لينث الكونتكست لينث مثلا هنا 4096 احنا كاتبين 2000 تقريبا و48 ممكن نغيره يعني لو تلاحظ هنا بنزل هذا شوف هنا بنطلع شوي انا ممكن اخلي هذا 4096 او 98. فعلى كل عندك هنا الكونتكست اوفرفلو بوليسي لما يخلصوا التوكنز في المحادثه في ثلاث خيارات اما انك توقفوا عند حد وان خلصت المحادثه ان خلصنا 4098 توكن او 2048 ايش بنسوي توقف خلاص يكفي او انك تجعل المحادثة تنحذف من الأعلى ويكتب من جديد في الأسفل أو يحذف من المنتصف ويترك الأعلى ويترك الأسفل. اقرأها جرب ما في أي مشكلة. الآن لسه تقريبا ما في موديلات ممتازة باللغة العربية لكن لو في موديلات باللغة العربية نستطيع نخليه right to left فبدل ما يكون يكتب الرسالة مثلا هنا شوف hey how are you الآن بيكتب من اليسار إلى اليمين. لو وجدنا موديلات باللغة العربية أو بأي لغة ممتازة من اليمين لليسار كل علينا بنضغط هنا ونبدأ نتحدث معه وبتلاحظ أن الترتيب صار عكس تماما فأنا أتركه فقط كذا. وإذا حاب تكتب نوتات في برنامجك أو في المحادثة اللي أنت فيها مثلا نوت وان أي نوتات لما تروح أي محادثة ثانية ما بتجد النوت لما ترجع لمحادثتك بتستذكر النوتات اللي أنت كتبتها. فإذا نفتح المحادثة الجديدة ممتازة نروح عند البرومت هنا أنا بكتب you are Batman act and talk like هنا system prompt هذا هنا user prompt أنا الآن ممكن أكتب user prompt إيش ممكن أسأل كيف حالك لا what are you gonna do tonight سألته إيش ممكن تسوي الليلة at the dark night as the dark night كالفارس الليلي أو عفوا كفارس الظلام وشي زي كذا My night is never truly over ليلتي لا تنتهي أبدا but for a moment of respite I will tell in Gotham City Street joy and peace criminals to challenge it for now that would be all yes the city بيتأكد ان المدينة في سلام وخالية من المجرمين والى اخره وبيترك الكل تقريبا اول ليلة تبدأ تتذكر انها تحت حماية الحارس الممتاز تبعنا باتمان فبتلاحظ انه بيبدأ يتكلم كباتمان What would you say to the Joker in short ايش ممكن
تقول للجوكر باختصار؟ Indeed, I'd express concerning Joker. It seems we have more in common than. بيكلم الجوكر الآن، هو أولاً عرف إن الجوكر خطير وإلى آخره، بيقول له إحنا معنا أشياء مشتركة. However, let me make it clear that isn't the answer. Order and justice. يعني تقريباً الحل الوحيد والأفضل هو العدل التي تحتاجه غاثم. فبيبدأ يصرف لك الآن كأنه فعلاً باتمان. فبتلاحظ البرومت هنا مهم جداً في معظم الحالات، لأنه ننزلها ولا بس، لأنه بيغير مجرى المحادثة بشكل كلي وتتحكم فيها أنت بالشكل المطلوب. مثلاً أنا ممكن أفتح محادثة جديدة وأطلب you are a doctor مثلاً، ولا كذا a doctor at the university. شوف لو أكتبها بهذا الشكل فقط وأكتب هنا advise me بس بشكل بسيط، شوف بتلاحظ أنه لما بيتكلم بيتكلم كأنه إنسان أكاديمي وإلى آخره، وبدأ يتكلم لك شوف academic challenges personal growth، كأنه دكتور بينصح الطالب أو الـ الباحث أو الريسيرشر في أي شيء ممكن. لكن لو أفتح محادثة جديدة بدون البرومت وأكتب advise me، بتلاحظ ان النصائح بتكون مختلفة تماما of course، ويبدأ يكتب اشياء time management ممتازة جدا طبعا، بس ليست في الشيء او النصائح اللي انا كنت اريدها. تقريبا احنا طولنا شوي، فقط هذه المحادثات بسوي step generating، فهمنا ايش هو AI chat، بيعرض لك كم بيستخدم الرام، بيعرض لك حتى هنا في الاسفل CPU threads بيستخدم 4، M-Lock True، ويكتب لك هنا tokens count كم استخدمنا لحد 156 من 2048، بيكتب لك هنا الستوب ريزن، بيكتب لك هنا السبيد شيء حلو تقريبا 9.15 توكن في الكلمه في الثانيه، يعني رقم ممتاز لا باس فيه. الجنريشن برضو عندك هنا التايم اوف فيرست توكن 1.55 ثانيه، ففي هنا عندك تفاصيل كثيره اطلع عليها. في عندك هنا برضو السيتنجز اذا حاب تخفيها او تظهرها، اذا حاب تستخرج الموديل وتوقف الموديل ضغط ايجكت موديل يخرج، تستطيع تختار اي موديل اخر وتواصل المحادثة. على فكرة من المميزات ممكن تختم لاما تشات وتواصل هذه المحادثة اللي بدأتها مع موديل اخر، وهذا شيء ممتاز جدا. خلي فقط ينتهي هنا اوكي ولا خلاص بدون ما نسأل، الفكرة وضحت. البلاي جراوند ليس بالشيء المهم حاليا للجميع، لكن ممكن نذكره في يوم اخر. عندك هنا اللوكال سيرفر، اللوكال سيرفر هذا للمطورين شيء ممتاز جدا، بمعنى ممتاز انه الناس اللي تعرف الاي بي اي الخاص بالاوبن اي اي تستطيع انت من خلال البرنامج انك تسوي اي بي اي وتستخدمه كمان من في برنامج اخر. فمثلا انا بختار موديل خفيف اللي هو الجيم هذا بس يتنزل، وطبعا تختار المواصفات او السيتنجز اللي انت تحبها، تعدل اللي تريد وتسوي ستوب سيرفر، اسوي بس ستوب سيرفر كمان واسوي ستار سيرفر. كيف ممكن نحذف كلير صفيت الموضوع تمام. هنا في اشكال كثيره ممكن تستخدم فيها هذا الموديل. في البايثون على سبيل المثال تستطيع تاخذه بال سي يو ار ال، بس باخذه بالبايثون حتى ما بكتب شيء من عندي، بنسخ الكود فقط من اجل اوضح لكم الفكره ويكون الموضوع بسيط اذا حابين تجربوه. كوبي كود، بجي هنا عند اسكر هذا، بجي هنا عند التمبليت اوكي، بفتح او بسوي انا كنت هنا اعتقد اسكر هذا واسكر هذا البطل، وافتح هنا سي ام دي اس سريع واكتب ايكو ايش ممكن نسوي بايثون او سيرفر او ال ال سيرفر على سبيل المثال دوت باي. بهذا الشكل اكون انشانا هذا الملف الممتاز ونجيبه هنا. انا ما بكتب شيء من عندي، بسوي لصق فقط اوكي. ايش اللصق؟ الصقت الكود اللي نسخناه من هناك، سو بس activate llm maybe ايوه سويت activate llm. الان هذا الموديل استطيع استخدمه من هذا البرنامج اوكي. طبعا ما بستطيع اشرح كل شيء الان من الصفر، لكن بستدعيه من هنا. فبمجرد اني اشغل هذا البرنامج بسوي python llm server. السؤال هو هنا لو تلاحظ هنا السيستم بيقول always answer in rhymes، يعني في بطريقة شعرية introduce yourself عرف نفسك، واسأل عرف نفسك. بتلاحظ هنا
التوكنز طبعا هي بتدخل توكن توكن، موضوع لسه قصة أخرى. لكن الكونتنت جاءت هنا، وحتى رجعها لك هنا في البايثون، كتب لك الكونتنت I am a language big and bold and bright with words that dance and stories that ignite. تحرق كمان الفكرة الآن. بدل لو تلاحظ أنه بيجيبها زي شيء زي الشعر زي اللحن، صح ولا لا؟ لو أطبعها بشكل أفضل، أنا ممكن أخذ هذا وأكتب لك كذا بس content. ليش content؟ لأنه المتغير هنا لو تلاحظ، أوكي ما في مشكلة، بسوي بس رن مرة أخرى عشان أعرض لكم الموضوع. هو بيكتبها هنا بس ما بدخل لكم بالتفاصيل، بس بيشوريكم الناتج. حلو. I am here to introduce myself. فبتلاحظ هنا أنه بيبدأ يكتبها لك الشعر، تمام، بشكل ممتاز جدا. أي بمعنى نستطيع نستخدم هذا الـ API في البرامج حاليا في الكمبيوتر، في اللوكال كمبيوتر. إذا بعدين تحب تتطور وتسوي كخدمة API أو في كسيرفر كبير، هذا شيء آخر ممكن يذكر في وقت آخر. فممتاز جدا البرنامج، أنا أراه من أفضل البرامج اللي ظهرت ممكن في هذا العام أو في العام اللي مش متذكر بالضبط متى أصدر، لكن من أفضل البرامج حتى في العالم. يتيح للجميع استخدام الموديلات مفتوحة المصدر بكفاءة عالية بشكل ممتاز جدا وبأقل جهد ممكن. كل اللي تحتاج كمبيوتر ممتاز، وعلى طول نزل البرنامج واتعامل مع المودل. تستطيع تحذف أي مودل كما ذكرنا. تستطيع برضه كآخر شيء ممكن أذكر لكم إياه اليوم، لما تجي عند الشات هنا وتفتح المودل، تضغط الزر اليمين وتروح تشوف وين المودل. فتلاحظ هنا الموديلات الخاصة بمايكروسوفت هنا عندي، وفي موديلات أخرى برضو طبعا الخاصة مثلا بهذه الشركة يونيكون، والخاصة ب ذا بلوكر. هذا إنسان يأخذ الموديلات الموجودة ويحولها بهذه الصيغة GGUF. فهذه صفحة ممتازة في الحقيقة فيس ذا بلوكر أو ذا بلوك. أنا ممكن حتى أعرض لكم إياها كآخر شيء اليوم بسرعة ممتازة علشان نروح خلص ذا بلوك. شوفوا هذا هو. لو تلاحظ أغلب الموديلات المشهورة بيأخذها وبيحولها. أتمنى أنكم استفدتم اليوم، وإن شاء الله يومكم طيب.